مؤسسة وسيط المملكة موجودة الآن في هذا المعرض اللي هي مناسبة سنوية من أجل اللقاء، من أجل الحوار، من أجل التواصل، ومن أجل دعني أقول الولوجية للمبادئ التي تدافع عنها مؤسسة وسيط المملكة. طبعا نحن نتواجد في هذا الرواق المشترك بين مختلف مؤسسات الحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان من أجل رسالة نعتبرها أساسية، هي رسالة تدبير التقاطعات، هي رسالة العمل المشترك، هي رسالة التكاملية بين المؤسسات، لأن العمل من أجل حقوق الإنسان ومن أجل الحكامة الجيدة هو عمل مشترك، هو عمل تشاركي من أجل مصلحة المواطن. أكيد مجال التدخل، تدخل مؤسسة وسيط تهتم أساسا بالحكامة الارتفاقية من أجل مستقبل أفضل لعلاقة الإدارة بالمواطن، وهذه فرصة من أجل توضيح مجموعة من المهام، مجموعة من الاختصاصات، من أجل إبراز النقاط التي تدخلت فيها المؤسسة بنجاح مهم لفائدة المحيط، دعني أقول المحيط الحكماتي العام في البلاد. شكرا لكم.